صباح الخير على الجميع او مساء الخير على الجميع في فيديو جديد النهاردة من قناة اروح فين منين التومي مابس. معاكم احمد التومي. احنا النهاردة جماعة في التجمع هنشرح في الفيديو ده الطريق من على الدائري قبل ما نخش التجمع لحد كومباوند مافيدا. لعل الفيديو ده ينفع بعض المشاهدين. نبدأ الفيديو مع بعض اهو يا جماعة. احنا دلوقتي في طريق الخدمات، خلاص اوشكنا على ايه، على دخل التجمع. على يمنا توتال، تمام، والمدخل بتاع غرب الجولف اهو، ايه مدخل خاص بتاع غرب الجولف اهو على يمنا برضو. وكان في توكيل مرسيدس ورا شوية قبل ما نشغل الفيديو، يعني احنا بنقول على العلامات الاسترشادية دي على اساس ايه، تبقى عارف الدخلة اللي احنا هنخشها منين بالظبط. في يافطة اهي جاية بتقول لك مسطح كوبري 90 مغلق المتجه لمحور 90 الجنوبي يسلك محور جمال عبد الناصر. مسطح كوبري 90 دي اللي هو ايه، ان انت داخل شارع 90 من جنب الكوبري بتاع ال 90، هو ده اللي بيقول لك عليه ان هو مقفول، وتروح تخش ايه، تخش من محور جمال عبد الناصر. احنا هنخش من الدخله اللي جايه اللي هي اللي عارفين اليافطه الخشبه اهي في النص مكتوب عليها القاهره الجديده والتجمع الخامس. دي مش دخله ايه، مش دخله 90 عموما، دي دخله ايه، دخله من دخلات التجمع، هي دي اللي احنا ايه، اللي احنا دخلناها. انا بقول لك اليافطه الخشب على اساس ايه، على اساس تبقى علامه ايه، علامه مميزه يعني على الدخله بتاعتك عشان تروح كومباوند مافيدا. الدخله دي اللي هي بتلاقي غرب الجولف في البوابه الرئيسيه على ايدك اليمين اهي، البوابه الرئيسيه بتاعت غرب الجولف يا جماعه على يمين اهي. هنعديها وزي ما احنا طوالي السرعة هنا 60 كيلو في الساعة، وما نحاولش نكسرها بقى لان ايه، هيبقى في ايه، في لادرات. جهاز المدينة في نفس الشارع ده بس قدام شوية. ادي اول لادار اهو بالعرض اهو محطوط تحت اليافطة. بيقول لك خد شمال الشويفات والحي الاول والخامس ومركز المدينة، يمين من هنا كده القطامية هايتس، البوابة اهي الرئيسية بتاعتها على اليمين اهي القطامية هايتس. احنا بنلف ايه، بنلف عادي مع الطريق. بيقول لك اللي عايز التسعين الجنوبي يلف ويرجع، يعني اهو اليافطة جاية لنا بتقول لنا التسعين الجنوبي يلف ويرجع، متجه لمحور 90 الجنوبي يسلك شارع الامل، طريق الدائري ومحور عمر سليمان رحمة الله عليه برضو يلف ويرجع. المتجه الى مرتفعات القطامية يلزم الجانب الايمن اللي هي القطامية هايتس، كانت بوابتها ايه، بوابتها فاتت ايه، فاتت ورا على اليمين يا جماعه. هتلاقي ليها بوابه تانيه ولا حاجه، فعشان كده بيقول لك ايه، بيقول لك خش ايه، خش يمين اهو. مفرق الطرق ده هو ده اللي ايه، اللي يدخلك على القطاميه هايتس من بوابه تانيه. بصوا بقى، احنا اليافطة الكبيرة اللي جاية دي بتقول لنا ايه، على طول الجامعة الألمانية ومحور طلعت حرب والنرجس الجديدة، يمين جهاز التجمع الثالث.
وادي الونش واقف اهو، الله يكون في عونهم. المدرسة المصرية للغات هتبقى على يميننا دلوقتي حالا يا جماعة، بعد الإشارة اللي جاية دي مباشرة. المدرسة المصرية للغات وفي مطب عند الإشارة، مطب خفيف كده مش كبير قوي، كويس مناسب يعني. واحنا طوالي زي ما احنا، قابلنا دلوقتي طلعت كوبري يا جماعه على الشمال، نطلعه وايه نطلعه وننزل الكوبري اللي جاي على الشمال ده، حتى كاتب لك ايه، كاتب لك سوق السيارات، هو الكوبري ده اطلع ايه، اطلع طلعت الكوبري دي. اللي هياخد من جنب الكوبري هيروح على مساكن الشباب والجامعه الالمانيه، عارفينها طبعا مساكن الشباب اللي هي في التجمع نهاية الجامعة الألمانية دي، وهيروح على التجمع التالت. إنما إحنا هنطلع الكوبري مكتوب العاصمة الإدارية الجديدة محور محمد نجيب الجامعة الأمريكية. بننزل من على الكوبري في مول تجاري معرفش اسمه مول ايه، على يمنا اهو في تاي هاوس وفي جونيور وفي فاشون افانيو وكوستا كافيه والفا ومحمود الفار، في انشطة تجارية كتير قوي يعني، انا اللي لحقت اقراه كده وانا معدي قريته. المعهد العالي للعلوم الادارية التجارية، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا على ايدينا الشمال يا جماعة. في اشارة تانية اهي، وعاملين مطب خفيف كده بس للتهدئة يعني. السرعة هنا بتتحول ل80 لان نظرا لوسع ايه، لوسع الشارع. احنا شفنا الشارع اول ما بدأ كان ضيق شوية فكانت السرعة 60، دلوقتي ايه السرعة، ايه السرعة اتحولت ايه، اتحولت ل80. هيقابلنا كوبري تاني جاي برضه هنطلعه وايه، هنطلعه وننزله يا جماعة. وادي ام بي الكومباوند بتاع ام بي على ايدينا الشمال، اللي هيخش من جنب الكوبري ده بقى اللي راح التجمع الخامس، شارع 90 الجنوبي، الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية ولا إيه، مسجد فاطمة الشربقلي، الجامعة الأمريكية معانا من على الكوبري. اسمه محور جمال عبد الناصر، هو ده اللي كان بيقول لك على الطريق الدائري لو عايز 90 الجنوبي خش من محور جمال عبد الناصر، على اساس كنت هتيجي لحد الكوبري اللي احنا طالعينه ده وما تطلعهوش بقى وتخش يمين عشان توصل 90 الجنوبي والمستشفى الجوي بقى، فندق دوسيت وماونتن فيو والجامعه الالمانيه، كل ده في 90 الجنوبي. طلعنا الكوبري ونزلناه يا جماعه،
كلها بنايات سكنية على اليمين وعلى الشمال زي ما حضراتكم شايفين، والسرعة 80. الواصلة دي كده السرعة فيها 80 كيلو في الساعة. دي تعتبر اسمها النرجس، يعني ما اعرفش بقى يقولوا عليها حي النرجس وطيفر بقى يقولوا ايه، بس هي عموما اسمها ايه، اسمها النرجس التجمع الخامس. وهنا في بنزينة موبيل هتفتح، هيبقى فيها انذارات. هيقابلنا كوبري تالت اهو، اطلعوا برضه وانزلوا. اللي هياخد من جنبه يروح محمد نجيب، طريق السخنة، طريق الدائري الأوسطي. اللي هيطلع معانا الكوبري هيروح الجامعة الأمريكية ومحور محمد بن زايد والعاصمة الإدارية الجديدة. يعني يعتبر بره يوديك على 90 الجنوبي، لأن الجامعة الأمريكية تعتبر في 90 الجنوبي يا جماعة. واحنا نازلين من على الكوبري اهو هيقابلنا جملة ماركت. ده أول جملة ماركت أشوفه في التجمع، زي فتح الله كده، هما يعتبروا الاثنين ايه، عيلة واحدة، جملة ماركت وفتح الله. فاتح جنبه سجاد ومفروشات ومراتب كاربت لاند، وفتح أنشطة تجارية كتير بقى معاه. وما زالت السرعة 80 كيلو في الساعة، وما زالت البنايات السكنية على اليمين وعلى الشمال. اغلب التجمع كومباوندز وبنايات سكنية بالشكل ده، ما فيش تحتيها محال تجارية زي بقية القاهرة والحاجات دي. بتلاقيها ايه، بتلاقيها مولات كده او شوارع، تلاقي الشارع كله محال تجارية وخلاص على كده. اغلب التجمع على كده يعني، يعني مش في كل شارع هتخش وهتلاقي سوبر ماركت ومش عارف ايه زي بقية مدن مصر. لا، التجمع مختلف شوية عن التقسيم بتاعه، مختلف شوية عن بقية الأماكن. هيقابلنا الكوبري الرابع ده جماعة، برضه هنطلعه وننزله، برضه كاتب لك العاصمة الإدارية ومحمد بن زايد والجامعة الأمريكية. يمين محور الجزيرة، المنطقة الصناعية، شارع 90 الجنوبي. زي ما قلت لكم قبل كده، أي يمين بيوصلك برضه إيه، بيوصلك ل90 الجنوبي. طبعا الكباري دي حلت أزمة ما بعدها أزمة، الكباري دي كلها ما كانتش موجودة الأول. يعني الكباري دي ممكن نقول لسه إيه، لسه بقلبتها، ما فاتش عليها كذا سنة يعني. حتى بصوا الجانب الأيمن أهو، لسه صحراء جرداء. الجانب الأيسر هو اللي إيه، اللي فيه إنشاءات، وإنشاءات حديثة برضه، في بعض الإنشاءات منها لسه ما خلصتش. لما الجانب الايمن ده لسه ايه، لسه ما اتبناش، واكيد هيتبنى بقى في السنين اللي جايه. والسرعه ما زالت ايه، ما زالت 80 كيلو في الساعه، وما زال الشارع اسمه محور جمال عبد الناصر رحمه الله عليه وعلى امواتنا اجمعين. وادي اليافطة بتاعت السرعة اهي في الجزيرة، في النص في الطريق اهم باينها لك 80 كيلو في الساعة. وقابلنا الكوبري الخامس على التوالي في محور جمال عبد الناصر، هنطلعه برضو وننزله يا جماعة. ويمين بقى هنا بقى الجامعة الأمريكية، هتبقى يمين بقى خلاص، تاخد يمين من جنب الكوبري، المنطقة الصناعية ومحور العبور والجامعة الأمريكية. اللي هيطلع معانا الكوبري، العاصمة الإدارية الجديدة، محور محمد بن زايد، طريق الدائري الأوسطي. ده اللي طالع ايه، اللي طالع معانا الكوبري يا جماعة. هو كومباوند مافيدا يعتبر اخر التجمع، تمام.
تمام. يعني احنا بقالنا اهو، احنا داخلين الدخله بتاعه التجمع بقالنا 15 دقيقه ماشيين، وماشيين بسرعه مناسبه. في مول على يمنا اهو، لاميرادا بلازا، في بعض الانشطه التجاريه. الادارات اهي ايه مترشقه، كان في الادارة على اليمين اهو بيقول لك السرعه 80 بره اهو على اليمين، وادي كومباوند اهو لسه تحت الانشاء على يمنا، وواحد شمال برضه في حاجات خلصت وفي حاجات لسه تحت الانشاء. الطمية داونز ولا دونز على يمنا، هناخد اليمين بقى لان احنا في دوار جاي اهو، هناخد اول دخلة يمين من الدوار الدخلة اللي جاية دي. نوضح برضو كومباوند مافيدا ده تابع لشركة اعمار اللي هي عاملة مراسي وعاملة حاجات كتير هنا في مصر. هناخد اليمين ده من هنا كده يا جماعة، وده يعتبر 90 الجنوبي، بس بقى ايه في اخره قوي. وكده دي تعتبر اسهل دخله لمفيدة من وانت على الدائري، مفيش اسهل منها. انت خدت يمين محور جمال عبد الناصر طوالي لحد الدخله بتاعت 90 الجنوبي دي، وخلاص احنا يعتبر ايه، يعتبر نكون وصلنا. هيقابلنا دوار تاني، هنفوت ايه، هنفوت الدخله الاولانيه دي بتوديك على الطريق الحدائقي ومحور العبور، تمام. وهنفوت كمان الدخلة اللي بعديها دي كمالة التسعين الجنوبي، تمام. وتالت يمين بقى هو اللي ايه، هو اللي مش تالت يمين، يعني الدخلة اللي قبل تالت يمين على طول. هي دي، هي دي يا جماعة دخلة مافيدا الرئيسية، تمام. دي البوابة ايه، البوابة الرئيسية بتاعت ايه، بتاعت مافيدا. تخش بقى منها، ومنها ايه، ومنها تروح بقى المكان اللي انت ايه، اللي انت عايزه. احتمال يكون في ملحق، انا لسه مش داخل مافيدا دلوقتي، بس ممكن لما اخش مافيدا كمان شوية اعمل ملحق ولا حاجة، ادمج الفيديوهين مع بعض، يعني اصور لكم دقيقة ولا دقيقة ونص داخل مبيدة برضو، بحيث تبقوا شفتوها ايه عاملة ازاي، وندمج الاتنين مع بعض. لو عرفت اعمل كده، يعني لو عرفت اصورها، جات امكانية للتصوير هصورها، ما جاتش امكانية يبقى احنا قفلنا الفيديو على ايه، على بوابات مبيدة وعلى الدخلة بتاعت مبيدة يا جماعة، تمام.
اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. اللي عجبوا الفيديو استاذنوا الاشتراك في القناه ويدوس لايك. اللايك مهم لان لما بتدوس بحد غيرك بيوصل له الفيديو فبيتفرج عليه. اللي ما عجبوش الفيديو يقول لي في التعليقات ما عجبكش الفيديو في ايه. عايز تعلق في اي حاجه قول لي، وانا باذن الله برد على جميع التعليقات اللي بتيجي. شاكر لحضراتكم واتمنى اشوفكم في فيديو جديد قريبا، ومع السلامة. دي الكمالة يا جماعة بتاعت الفيديو اللي نوهنا عليها في اخر الفيديو، انه ممكن نصور ايه، نصور مبيدة من دخول البوابة بتاعتها. المفروض لو انت اونر بيبقى معاك ملصق على العربية، الاسكانر اللي على اليمين ده بيقراه، فبتخش الشادو بيفتح مباشرة. لو انت مش اونر، اي حد يا جماعة من الناس الاونر بيبعت لك كيو ار كود. وانا مايكي يبعت لك كيو ار كود بتحطه على الاسكان هنا في الدخول، بيفتح لك الشالوب بيفتح لوحده بره. هي هنا بيبقى فيه احيانا حاجات جوه حاجات، يعني احنا عدينا على الرئيسية لمبيدة تمام، هنلاقي بوابة تانية دلوقتي. المكان اللي انا رايحه ليه بوابة تانية هنخش برضو ايه، هنخش منها. يعني زي ما بيقولوا خصوصية داخل خصوصية. كده اهو انت اللي بتزمر. تمام انت ايدك طيب شكرا. تمام لازم ترجع ايدك شويه لورا عشان الاسكانر يقرا كيو ار كود كويس. كده عدينا بوابتين، ادي ايه، ادي البوابة التالتة كمان. يعني كده ايه بقى، خصوصية داخل خصوصية داخل خصوصية. عدي تليفون. طيب هتخليه معاك يا فندم؟ لسه ما فعلناش كيو ار يا فندم.
طب كمل عدوا قدام يا باشا. طب لا انت كمل آه. النص كمل وانت قدام يلا على كيو ار. حبيبي طبعا هم بتوع الامن هنا مش يعني المفروض ان ايه ان انت ما تقفش وتعمل الكلام ده كله طالما معاك كيو ار، هو الكيو ار بيقرا وخلاص. انما طبعا ايه الطابع المصري عندنا بحيث ايه بحيث بيتفحص بيتفحص داخل داخل فين وبيقرا كيو ار انت داخل وحده رقم كام والدنيا دي كلها. اتمنى يكون الملحق بتاع الفيديو عجبكم. نشوفكم على خير في فيديو جديد قريبا باذن الله. مع السلامه.